اللهم لك الحمد أنت هديتنا، اللهم لك الحمد أنت خلقتنا ورزقتنا وهديتنا، لك الحمد أنت عبدتنا إليك، لك الحمد أنت أوقفتنا بين يديك، اللهم لك الحمد كنا ضعفاء فقويتنا، وجوعا فأطعمتنا، وضعفاء فقويتنا، وضلالا فهديتنا، كنا لا شيء فجعلتنا خلقا سويا، المنة لك، نعترف بآلائك، نعترف بأن ما بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. اللهم صل على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ومقامنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.